يبدو أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد قد ظلم تشيلسي خلال فترة توليه قيادته الفنية، بعدما قرر التخلي عن الثنائي كيفن دي بروين ومحمد صلاح المتألقين حاليا مع مانشستر سيتي وليفربول على الترتيب. ولعب دي بروين وصلاح من قبل تحت قيادة مورينيو في تشيلسي قبل أن يرحلا عن الدوري الإنجليزي لخوض رحلة جديدة في الملاعب الأوروبية، عادا بعدها للبريمير ليج مرة أخرى ولكن من بوابتي مانشستر سيتي وليفربول. ويعتبر دي بروين أحد أبرز أسلحة بيب غوارديولا مدرب السيتي، إذ يعتمد عليه بصورة دائمة، خاصة أنه يقود خط وسط السيتيزنز باقتدار نظرا لإمكانياته الكبيرة في صناعة اللعب وتسجيل الأهداف. والأمر نفسه ينطبق على يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي يعول على صلاح بشكل مستمر مستفيدا من سرعته الهائلة وأهدافه الحاسمة. ولا شك أن إدارة تشيلسي تعض أصابع الندم على تخليها عن اثنين من أبرز لاعبي البريمير ليج حاليا، خاصة منذ رحيل مورينيو لتدريب مانشستر يونايتد بداية الموسم.